البيت بيلجم في ولاية الهلال. الباب اللي هناك ده ولاية الهلال عشان قال تتبع وراك كده يا دكتور. يلا قلت انت هسلم عليهم على الكورس مع الدروس كده ما عندوش الحضره وانا اللي فاضي. يلا ولاد عندنا يلا ولاد عندنا في النهارده بقى ايه اللي موجود بقى ده اولا بتسحب كارتلج والبوت يانس بتعمل اهي البون الممبرين بينهم 3 متر ساير واحد من دي ثالث ممبرين من الابر بوردر بتاع سايرو كارت بيروح لاني عضله ولاد اهي البون الابر بوردر اللي تحت ويمشي وراها ويبقى بينهم بير ده الممبرين ازيك يا دكتوره الممبرين ده ثابت ولاد ساير واحد من دي ثابت سايرو اهي البون لور اتاتش بتاعه ابر بوردر بتاع سايروكا ابر اتاتش بتاعه ابر بوردر بتاع الهيد بون عشان يوصل ابر بورد يمشي ورا الهيد بون السبب تروحوا فيها من ورا يبقى مين اللي سميته ليد؟ ان سايرو ممبرين ده اتكلمنا عليه قبل كده بيطلع من الابر بوردر بتاع كارتش سايرو كارتلج ولما الاقي الهيد بون يمشي وراها السبب تروح في الابر بوردر بتاعها من ورا وبيعدي وراها بيبقى بينهم زي بيرز صغير اسم الممبرين ده سميته ليد سايرو هيويد ممبرين الثيرويد ممبرين بتاع الرسالة الأولاد الميدل بارت بتاعه من قدام بيبقى سكن كامل ثيرويد ليجامنت وآخر حتة منه على الجنبين بتبقى سكن يعمل حاجة اسمها لاترال ثيرويد ليجامنت لاترال ثيرويد ليجامنت تيجي من أبر هورن بتاع الثيرويد للجريت هورن بتاع الهيويد ويبقى هنا ده الثيرويد ممبرين المفهوم كان بيتخرج بمين لما كده سوبيريور لارينجال لو ده الثيرويد كارتلج كمين الهوردن فوق ده سميت سوبير سوبيريو قلتها ده اسمه ولاد انتير سيرويد ممبرين بيطلع من الابر بوردر دوت من السوبير هورن ويطلع لفوق الى هيد بون ما يتثبتش روح يمشي وراها ويروح الابر بوردر بتاعها من ورا هو ماشي وراها حتى ما بينهم بيرز صغير سيرويد ممبرين الميدل بارت بتاعه تخين واللاتر ال سايد بتاعه تخين تبص له ان ده تعمل ليجامنت اسمه ميديان سيرويد ليجامنت ولا على الجنبين اللاتر سيرويد ليجامنت سيرويد ممبرين سبيرسيس بينترنال رينجنال والسوبير رينجنال ده سيرويد ممبرين عندنا في حاجه ثانيه الابيجلوس اللي حضر الحصه اللي فاتت في الابيجلوس بقى كده الابيجلوس لما هو كده ساب تروح في الانجل بتاع سيرويد كارد بليجامنت اسمه سايرو ابيجلوس ليجامنت يطلع عادي ورا هيد بون ساب تروح بليجامنت اسمه هاي ابيجلوس يوصل ورا التانج يطلع بينهم ثلاثة فولت ميديان واثنين لاتا جلوس بجلوتك فولت اسمهم ايه؟ جلوس بجلوتك فولت اللي لو انا بصيت من ورا الاقي مين الوقت دوت يا ولاد ابيجلوس واريتينويد واريتينويد فولت وصل كده فولت كده سميته اري ابيجلوتك فولت سميناه ايه؟ اري ابيجلوتك فولت فالاري ابيجلوتك فولت ده يجي من اللاتا سايد بتاع ابيجلوس يروح للاريتينويد اللاتا سايد لغايه الاريتينويد سميته اري ابيجلوتك فولت الناس اللي دايما بتعرف الاتي اللي انا قلت ده سارو كارش بص له من الجنب مش مكملينه يعني بقيته يكبر كده يبقى مين اللي طلع دي؟ البيجلوت لو حطيت ليجامنت هنا اسميه سايرو بيجلوت لو عملت ليجامنت ده اسمه العظمه دي هيود وحطيت ليجامنت اسمه هايو بيجلوت لو وقفت التانج كده يبقى في ليجامنت اثنين ثلاثه اسمهم الفوق زي ميديا جلوس بيجلوت واثنين ايه ولاد لاتر جلوس بيجلوت تمام لو انا ببص من ورا على البيجلوس بص لي سيرفس بيجلوت يبقى ده سايرو كارت بص له من ورا مين الكارت اللي سميته؟ كيريكوي حطيت ده اريتينويد وده اريتينويد لو عملت هنا كده فولد وفولد ده اسميه الفولد ده اري ابيجلوتيك فولد اسمه ايه؟ وده اللي كان مالك دلوقتي فولد ده اسمه اري ابيجلوتيك يا اولاد ده بالنسبه للابيجلوتيك بعد كده تيجي الكريكويد الكريكويد كارت بتاعنا واقف هنا وتحته اول تركان رينج بينهم ليجمنت اسمه كريكو تركان ليجمنت اولاد كريكو تركان ليجمنت يبقى في ليجمنت اسمه كريكو تركان ليجمنت بيوصل لور بوردر بتاع الكريكويد مع فيرست تركان رينج يجي بقى الشغل المهم جدا 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 في حصه النهارده اللي هو حاجه اسمها كليكو ثايرويد ليجامنت كليكو ثايرويد ليجامنت ده نص اللارنس كوادرنجلر ليجامنت النص الثاني وهم دول اساس اللارنس فبالتالي الواحد لازم يسمعه كويس جدا 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 يبقى في ليجامنت هنسميه كليكو ثايرويد اسمه ولاد كليكو ثايرويد كليكو ثايرويد ليجامنت قبل ما ننام هو ليجامنت بيطلع من ابر بورد بتاع الكروكارد تمام اللامينه بتاعت الكروكارد الارش قدام بيطلع منه ليجامنت في الميدل بارت اللي بتثبت روحه في اللور بوردر بتاع الساروكر قصير كده الجزء الامامي دوت الكتاب قال كليكو ثايرويد ليجامنت ورجع سمى البارت ده كليكو ثايرويد ليجامنت طبعا هو اسمه كورس الاستيك الحته دي اللي في الميدل بارت اسمها كورس الاستيكس
يبقى الجزء دوت سميته كورس الاستيكس، ده جزء من الليجمنت اللي اشرحه دلوقتي. بقيه الليجمنت بقى جاي من كريكو سار. طبعا الناس القاعده سرحانه تاني، في ليجمنت اسمه كريكو سارود ليجمنت، قلت ده نص اللعبه، نص لعبه الليركس الحقيقيه اللي عايز يفهم ليه الثاني. لور التاتش بتاع الكريكو سارود ليجمنت في الابر بورد بتاع الارش الكريكويد، يعني لو ده كريكويد بحط كده بالداك او بالكرتي سمينا كارت ده في الفكر كريكويد. العريضه تسميناها لامينا، واللي قدام ده سميته بليد ار. قالوا طيب الكريكو سارود ليجمنت بتاعنا بيجي من تحت لفوق، ازاي بتروحوا في الابر بورد بتاع اللامينا كده؟ طيب وانا طالع بيه من تحت لبقى لفوق في المنتصف قصير، وازاي بتروح؟ قفلنا الباب اللي ورا ده بليد، تخش سيب الباب ده. انا بليد في الباب وراك يا دكتور، جاي متاخر تلت ساعه في الباب اللي جنبك يا دكتور كده ولا حاجه. انا بليد يبقى اللي جنبت لنا ده بليد طلع من الكريكويد راح لمين؟ بليد للسارود. الحته دي توصل بين الكريكويد والسارود قصيره. طب الجنبين بقى دول قصتهم ايه؟ ما حدش فرحان. لما بطلع من تحت الكوره بليد الاقي الكريكويد كريكو سارود ليجمنت يطلع كده، لما الاقي السارود ما يثبتش روح ما تيجيش يكمل يمشي ديب لها، لما يمشي ديب لها يبقى له ابر فري بوردر كده. ابر في بوردر بيثبت روحه قدام في مين؟ في الانجل اوف سارود. بره ثبت روحه فين؟ بره في البوكر بروسيس اللي على كارت اسمه اوليد لما كده اريتينويد. وبالتالي الابر اند بتاعتنا هي من ايدي ما حدش سرحان. لو عملت كده الورقه دي ما حدش يبقى سرحان. الكارت ده بيسموه ايه؟ كارت اوليد لما كده سارود. عبد الرحمن امسك كده سن، لو امسك من ناحيه عبد الرحمن الكريكو سارود ليجي بتعمل كده في الميدل بارت يطلع من تحت لفوق يثبت روحه في سارود كارت شكرنس. طب على البوست سايد ما يثبتش روحه يكمل. لما كمل بقى يطلع من تحت لفوق كده ليه انتير اند تروح للانجل بتاع الساروكارس اللي ساروت انجل وليه بوستير اند؟ احنا عندنا اريتينود واقفه يمين واريتينود واقفه شمال، ليها فوكال بروسيس ليها فوكال بروسيس، ده السبب تروح في الفوكال بروسيس بتاع الاريتينود وده فوكال بروسيس بتاع الاريتينود. يبقى المنظر عامل كده، يبقى الابر اند بتاعتنا تحته طالع من دايره. يبقى لما اجي اطلع كده كريكويد وانا طالع من تحت لفوق اثبته ازاي؟ قال الدكتور لازم تميل شويه كده من قدام تثبته في مين؟ في الانجل بتاع الساروت الاثنين، ومن ورا تثبته في بروسيس اسمه البوكر بروسيس. مين هو البوكر بروسيس ده؟ قالوا ده بروسيس موجود على البيت بتاع الارتينود. قلنا الارتينود ليه بيت ايبت، وقلنا البيت عليها ثلاثه حتت اللي قدام ده اسمها بوكر بروسيس. سميته ايه؟ بوكر بروسيس. عايز اسال سؤال ثاني الناس الصح، لو عملت سيت ترسيكشن في لاريس زي ده ما حدش سرحان، قلت مين الكارش اللي بقى تحت اسمه؟ كريكويد. بقيه الكريكويد يقفل كده وبقيه اللاريكس يقفل كده. عايزين نعمل الليجامنت اللي كنا بنعمله شويه. هنا بتبقى في كارتش موجود اسمها كارتش سميتها اريتينويد. اسمها ايه؟ اريتينويد. اسمها ايه؟ اريتينويد. انت طالع من هنا في النص رحت سارو كارتش وانتهيت. طب والباقي؟ قالوا بتكمل وكمل لفوق وتبقى لك ابر بورد ويسموه كريكو فوكال ميمبرين. ليه انتيرو اند بوستيرو اند؟ الانتيرو اند الثابت تروح فين؟ البوستيرو اند الثابت تروح فين؟ قالوا الانتيرو اند في الانجل بتاع السارو كارت، والبوستيرو اند بتاعتها الثابت في مين؟ في الاريتينويد. الناس اللي قاعده صاحيه انت عندك كام اريتينويد؟ اثنين، واحده يمين واحده شمال. الناس اللي واقفه ديت ده كده بلاد ده كده كويت، ودي تبقى كارت اسمه بلاد اريتينويد. كان في واحد ثاني بس بنت قالوا بلاد نروح تاني. اللي عندي ده يبقى مين يا ولاد؟ اريتينويد. اريتينويد ده واقف كده. الاريتينويد ده ليه بيز وليه ايبت. البيت بتاعتي موجودة فوق كريكويد. البيت اللي موجودة فوق كريكويد دي فيها بروسيس قدام اسمه فوكال بروسيس، وعلى الجنب اسمه ماسكو بروسيس. واحدة تانية أنا لو عامل دي كده، لو حطينا دي يا ولاد دي الأجل بتاعت مين يا ولاد؟ أدي السيرويد واقفة كده. لما يطلع من تحت الليجامنت بتاعي هثبت قدامه فين؟ ورا فين لما كده؟ قدام في الأنجل، ورا في الفوكال بروسيس. طب انت طالع بالعرض لو هما الاثنين زي بعض انت اول ما تطلع لازم تميل كده. ليه بميل كده بقى؟ قدام رحت لمين؟ للانجل. ورا رحت لمين؟ للفوكال بروسيس. يبقى اعمل فولد كده اسمه الفولد ده كريكو فوكال. الابر بوردر بتاعه بيبقى فري متثبت قدام بس وورا بس، ويتسمى ايه لما كده؟ فوكال فولد او يتسمى فوكال فولد. اسماء كتير او كل شويه واحد يروح يسمي له اسم. يبقى لما يسال سؤال اعرف يعني كيكو سارود ليجامنت اللي هو نص اللارنكس تقريبا. كيكو سارود ليجامنت جاي منين؟ كيكو سارود ليجامنت دوت قالوا جاي من الابر بوردر بتاع كارتش اسمه ليه كيريكويد. حلو قوي. كيكو سارود ليجامنت طلع من تحت لفوق في المنتصف ما طولش انتهى في السارود على طول. يبقى ده هو سمينا الحته دي اسمها بيسموها كونس الاستكس. قالوا طيب ايه اللي على الجنبين؟ لا مكمل ويبقى ليه لاتر بارتي مين اسمه كريكو فوكال. اسمه ايه؟ كريكو. الكريكو فوكال ده لور اتاتشمنت فين وابر اتاتشمنت فين؟ قالوا لور اتاتشمنت في الابر بوردر بتاع كريكويد، وابر اتاتشمنت قالوا فري اكسبت الانتيرو اند
بصي الان انت عندي سبتها في الانجل اوف ثايرويد وبصي الان سبتها في اني بروسيس في الفوكال بروسيس انه على البيت بتاع كارتوس فابليت قالت تنوي نفس التصوير صعب جدا انتم صحيين لو انا عامل ايديا كده ده مين اللي ده اسمه كريكو فوكال اسمه ايه كريكو فوكال كريكو فوكال موجود في النخله دي فين كريكو فوكال هنا كده اولاد قالوا ده اسمه كريكو فوك اما ده كريكو ثايرويد وكلهم على بعض اسمه الكورس الاستيكس كلهم على بعض اسمه كريكو ثايرويد ليجنت اسمه ايه كريكو ثايرويد ليجنت حسب سؤال بس انا اشك في ذكائك بصراحه بس استغل مره افترض قدامي لو بصيت على راحت من قدام من قدام مين الكرش اللي واقف ده اسمه ثايرويد تمام لو حد كده يتخيل في كرش جوه كده واقف جوه اسمه كرش ده اسمه ارجينويد وليه بروسيس قدام اسمه فوكال بروسيس فورس بروسيس طب مين الكرش ده اسمه ايه كريكويد ايه ده؟ قالوا كورس الاسكت لو قلت من كريكو ثايرويد طب حد سرحان طلع كده بس هو صعب عليكم جدا 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 واكمل وثبت روحي لورا كده وهنا اكمل وثبت روحي لورا كده حد فينا يقول لي فين الفوكال كورد في الرسمه دي كده ولا لا دول الفوكال كورد ورا متثبتين فين وقدام متثبتين فين هو دي كده قال قدام بثبتهم في الانجل بتاع الثايرويد كارد ورا بثبتهم في بروسيس اسمه فوكال بروسيس مش كده بقى فور لاست تايم اللي جنب اسمه ايه كريكو ثايرويد تسمى لي كام جزء واحد ميديان اثنين لاف الميديان جاي من كريكو ثايرويد قصير والاثنين ليه الورقه دي ليه انا عاملها كده عشان في النص قصير والجناب كبار طب دي اجمعينها في كده شايفين المنظر ده كده ثبتها قدام في مين في الانجل ثبتها ورا في بروسيس اسمه فوكال بروسيس طب البوردر الفري ده والبوردر الفري ده ناوي يبقى مين فوكال كوردنيت يبقى مين لو معايا كده فوكال مش فاهم في حاجه ثانيه اسمها كوادرانجلر ليجمنت او بيسموه كوادرانجلر ليجمنت قالوا بليد الكوادرانجلر ليجمنت وكوادرانجلر ليجمنت لازم نسال سؤال اول عليه اسالكم بقى سؤال بس ما حدش يبقى سرحان ده اسمه ايه يا ولاد ايبيجلوتس هل عرض الايبيجلوتس فوق زي عرض تحت؟ الحمد لله رب الكوادرانجلر ليجمنت او كوادرانجلر برين ده ليجمنت شكله شبه منحرف يعني الصراحه مش كواد يعني الناس اللي نايمه هنا في الدرس ده الكل نسمع كويس قوي شوف الناس اللي تصحى وتنام تاني زي ما انتوا عايزين يعني بس الناس تصحى زي ما تصحى اللي عنده ده ولاد الطلبه الصحيين بتوعي ادي هنا كده ده اسمه كوادرانجلر ليجمنت اسمه كوادرانجلر ليجمنت كوادرانجلر ممبرين الليجمنت ده متثبت انت كده دكتوره من تحت متثبت في السايد بتاع مين يا ولاد ارفع انت اللي ترفع عبد الرحمن دي كده انا ولاد ده ايبيجلوتس بيغطيه من قدام السيروكارف بتاعك مين كده ده الايبيجلوتس اشيل الايبيجلوتس قال المنظر عامل كده الكرش اللي انا لسه سميته ولاد كريكويد عليه حاجه اسمها الريتينويد يمين والريتينويد ولاد شمال من السايد من السايد من السايد من السايد بتاع الابيجلوتس بتاع الليجامنت كده والليجامنت تاني الليجامنت ده اسمه كوادرانج من قدام متثبت في البوردر بتاع الابيجلوتس قدام طب ورا متثبت في مين؟ في السايد بتاع الكرش ده اسمه اريتينويد يبقى ليه انتيرو اتاتشمنت اليمين لما كده بوستيروس لنا بقى تكه كده في نفس الصف هل هو ينزل فيرتيكال كده؟ انا ما ينفعش ينزل فيرتيكال كده. ليه ما ينفعش ينزل فيرتيكال كده؟ لازم يبقى ده مايل وده مايل، ايه الميله سببها ايه لو ما كده؟ انك عندك الجلوس مايل ده مايل ويرجع ورا للسايد بتاع انهي كارس لو ما كده اريتينول يبقى انا سالت ايه؟ لو جينا قلنا في الراجل زي ده بس ما حدش سبحان ايه؟ اللي عندي ده مين ده ولاد لو ما كده ده ايبيجلوتس اللي هو ده يبقى مين؟ ايبيجلوتس والكارت ده اسمه اريتينول لو عملت كده مين اللي جابت اللي عملته ده اسمه؟ كريكو سايروت اسمه اولاد سوري از كوادرانجلر لينك الاتاتشمنت من قدام فين؟ في اللاتا بوردر بتاع الابيجلوت والاتاتشمنت ورا فين؟ في اللاتا سايد بتاع الاريتينويد الليجمنت ده اسمه كوادرانجلر ليجمنت ده هو مش كوادر يعني هو ليه اربع اتجاهات بس كده كوادرانجلر ليجمنت ده هتغطى بأي ممبرين لو ما كده بميوكاس ممبرين حسب سؤال صعب جدا للطلبه بتفهم بدري قوي 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 لو انا عملت ايدي كده عملت ايدي كده مين اللي بتنتج بقى لو ما كده؟ اللي طالع من تحت لفوق ومال وثبت قدامه في الثايرويد ورا في الفوكال بروسيس سميته كريكو فوكال والابر بوردر بقى سميته فوكال كورد اللي من فوق لتحت مال كده ومثبت روحه قدام في البوردر بتاع الابيجلوس ورا في الاريتينويد ده سميته كوادرانجلر اسمه ايه؟ كوادرانجلر اسمه ايه؟ كوادرانجلر كم واحد كده موجودين اثنين الواحد فوق ده مايل وده مايل تاني لو عملت كورونال سيكشن في اللارنكس برافو لو حد قدر يتخيل كورونال سيكشن في اللارنكس يبقى عامل ازاي يبقى معلم خدت اللارنكس كورونال سيكشن بتاعي اولا في ده مين ده؟ اسمه ايه ده؟ ايبيجلوتس ايبيجلوتس على العرض فوق زي العرض تحت؟ لا يبقى لو انا عملت كده ما كنتش عبد الرحمن كده بس رفعنا قد ما نقدر كده عملت ده كوادرانجلر وعملت ده كوادرانجلر تاني هجيبهم من السايد بتاع دول كده شايفين المنظر ده كده ولا لا؟ الابر اند بتوعهم بعيد عن بعض
واللي هو كان قربهم بعض صح كده، وده في جوه اللارنكس كده. طب اللي تحت، اللي تحت كان بيعمل ايه؟ كان بيطلع يعمل كده يقرب من بعض كده مش كده، يبقى نازل السفرين مين نازلين كده ومين طالعين كده. اللي تحت دول اسمهم كريكو فوكال، واللي فوق ده اسمه هو دايما نيجي تعمل كورونال سيكشن في اللارنكس. تقدر تخيل كورونال سيكشن كورونال يعني تطلع من سايد تو سايد، هتلاقي المنظر عامل ازاي بس محدش سرحان. هلاقي اللارنكس بتاعي لو عملت في كورونال سيكشن هلاقي عامل ازاي؟ هلاقي ده جدار اللارنكس كده، ولا في ممبرين عامل كده وممبرين عامل كده وممبرين عامل كده وممبرين عامل كده. مين دول الممبرين بقى لو مكان؟ اللي فوق ده يبقى مين لو مكان؟ ده كوادرانجلر اسمه ايه؟ كوادرانجلر اسمه ايه؟ كوادرانجلر اسمه ايه؟ كوادرانجلر اسمه ايه؟ كوادرانجلر. واللي تحت اسمه كريكو بوكا اسمه ايه؟ كريكو بوكا اسمه ايه؟ كريكو بوكا اسمه ايه؟ كريكو. لو حطيت على دول ميوكس ممبرين، الميوكس ممبرين ده الممبرين، قال الميوكس ممبرين يغطي ده ويقدر كده يخش اللورال فيرس ويغطي ده تاني كده. لما حط السرحان وانا عارف انكم بتفهموا يمكن بدري او متاخر او كده، يبقى جوه اللانكس ظهر كام فولد كده يا اولاد؟ اربعه. الفولدس اللي فوق دي اسمها فيستيبيولار فولدس اللي هو ده وده، متفقين على هذا الكلام؟ واللي تحت اسمها فوكال فولدس، اللي فوق دي احيانا بيسموها فولس فوكال كوردز، واللي تحت اسمها ترو فوكال كوردز. يبقى لما اسال سؤال لواحد فينا بتخلي اللانكس، اللانكس ده لو بصيت كده من غير سكاش اسالكم سؤال بس انتم ما حطيتوش السرحان. اللي عندي ده مين ده اولاد؟ الممبرين اللي فوق ده اسمه كوادرانجلر اسمه ايه؟ كوادرانجلر اسمه ايه؟ كوادرانجلر. تمام؟ حطيت عليه ميوكس ممبرين، دي الممبرين ليجمنت. لو حطيت عليه ميوكس ممبرين غطاه كده ونزلت بيه، كل ما بنزل البيت اخش جوه شويه واجي لافف كده طالع لبره تاني واغطي على جدار الليرك واطلع تاني كده وانزل كده. حتى كده شايف حاجه كده ولا اسال كم فولد ظهروا كده؟ ده لو تحط نص الليرك تاني فيها على كده، يبقى كام فولد كده؟ اللي فوق دوت يقابل واحد تاني مش كامل وده يقابل واحد تاني، تفتكر هذا الكلام؟ اللي فوق ده بيسموه سيبيلر فولد او فولس بوكال فولد، واللي تحت بنسميه ترو بوكال كورد بتاعنا اللي هو بنتكلم بيه مش كامل. المكان اللي بينهم ده حفره اسمها ساينس اوف ذا لارينكس. اسمها ايه؟ ساينس اوف ذا لارينكس. اسمها ايه لما كده؟ ساينس اوف ذا لارينكس. اسال سؤال، الميوكوزا بتغطي الابر بوردر بتاع الكوادرانجل ليجمنت ده، لما تغطيه كده من فوق ده بيسموه اري ابيجلوتيك فولد. يبقى الاري ابيجلوتيك فولد ده عباره عن مين؟ ميوكس ممبرين بيغطي الابر بوردر بتاع انهي ليجمنت لما كده؟ كوادرانجل ليجمنت. يبقى الورقه دي كوادرانجل ليجمنت، افترضت انكم فاهمين. كوادرانجل ليجمنت ده مغطي جاي كده، ده عامل كده، تمام؟ كوادرانجل ليجمنت ده جاي كده رجع ورا الارتينويد اسمه كوادرانجل ليجمنت. كوادرانجل ليجمنت مين؟ كوادرانجل ليجمنت شمال، ده مال كده والتاني مال كده. لو عملت كوادرانجل ليجمنت بتاع ده عملت كده، حطيت عليه ميوكس ممبرين، الميكروس كمان بيطلع يغطي ده وينزل كده مش كام ده ويطلع لبره ويلف تاني كده. اسال سؤال، يبقى فوق ده في فولد من الميكروس اسمه الفولد ده ال ابيجلوتيك فولد. طب لما تنزل 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 وتلف على ده وترد تاني كده في فيستيبيولار فولد، تروح لجدار اللارنكس تيجي لفف تاني طالع كده عامل زي فوكال كورد وتنزل على الجدار. انا عندي في الفرق لارنكس وجوه كام فولد موجودين لما كده؟ اثنين. لو حد فينا صاحي طبعا اللي ده اسمها ال ابيجلوتيك فولد اللي فوق ده بنرجع بيه لو في تو فولد كده. اي واحد فينا ناس صافيه هعمل مين دول ومين دول بقى لما كده؟ اللي تحت دول كريكو فوكال اللي عمل فوكال كورد، واللي فوق الكوادرانجلر اللي عملوا باللور اند بتاعتهم فيستيبيولار فولد بتاع، متفقين؟ عايز امشي ميكروس مبرنت، تمشي ميكروس مبرنت بتاع اللانكس ده. قال له دكتور انا هغطي ده من فوق واجي نازل من فوق ده بس اكبر اني اخش جوه شويه عشان الفولد مايل واطلع بره تاني لجدار اللانكس واجي داخل تاني مغطيه ونكمل كده، متفقين على هذا الكلام؟ اسال سؤال، عملت كام فولد في اللانكس كده على كل ناحيه؟ اثنين. مين الفولدين بتوع دول لما كده؟ اللي فوق تسميه اولاد لما كده سميته فيستيبيولار، واللي تحت سميته ترو فوكال كورد. واحد اسمه ايه؟ واحد اسمه ايه لما كده؟ فيستيبيولار، والثاني سميته ترو فوكال كورد. اللي فوق ده فيستيبيولار فولس فوكال كورد مش كام دول؟ اسال سؤال صعب جدا لو جبتته بقى سد، بالذات الناس اللي بتنفذ دروس. لو جبت لارنكس بصيت عليه من ورا لحد السرحان ثلاث دقايق واسيبكم تناموا تاني، لو ده لارنكس بصيته من ورا كده اسال سؤال، لكن الكويك كارت بص له من ورا، ده لارنكس ولا ده الارش؟ بصيه من ورا كده. ومين الكارت ده اسمه اولاد؟ البجلوس. البجلوس بتاعنا فين كده اولاد؟ اهو في ايدك اهو. انا ولاد البجلوس باصين كده، المنظر ده بص له من ورا. امسك كده عبد الرحمن ما بيقراش شغل. انا اسال سؤال، لو ده عند عبد الرحمن ما بيتسواش حاجه يبقى ده مين ده اولاد؟ ابيجلوس. تمام. وده مين ده اولاد؟ كريكويد. لو حد فينا قال لي مين الكارش ده يبقى معلم قوي ثايرويد. طب لو قلت مين الكارش ده يبقى اسمه اريتينويد. اسمه ايه؟ اريتينويد. لو هنا في ليجمنت اسمه كوادرانج، ليجمنت اسمه ايه؟ كوادرانج. اسمه ايه؟ كوادرانج. اللي جنب البوردر راح كده، لو غطيته في ميوكس مبرين هعمل عليه فولد. اسم الفولد دوت ال ابيجلوتيك فولد. طيب لو الارتينود والارتينود بينهم ميوكس مبرين كده وصلوا مع بعض
البلد كلها اسمها قله اوف ذا ليركس. اسمها ايه لما كده؟ قله اوف ذا ليركس. قله اوف ذا ليركس حدوثها ايه بقى؟ النص الصح يا همسك الورقه ديت وابدأ لكم تفهموا. عامل منظر ده اسمه اولاد بيجروس. واقف رجل كده بالجنب ده بالجنب او ده من ورا. لو راجل ده وقف كده معانا وحطيت له ارتينويد، كان في ارتينويد تاني بس ضايعه، قال اولاد حطها، قال اولاد طب اخدها عشان ايه ما تتكلمش على حد. مسك كده عبد الرحمن، هات ده الورقه اسمه اولاد معايا اللي بعملها ذكرت سلسله اولاد ارتينويد أريتينويد أريتينويد. عاملين كده محدش سرحان ثلاث دقايق بقى وتبقوا ده مره في حقكم كده وتحس انكم طلبه في الطب. قال اولاد كرسي لسه بنت اولاد أريتينويد. بصوا بقى معايا، اولا الناس اللي قالوا تب معايا ده كريكويد اللي قدام العرش اللي ورا دي اسمها لامين. بص كده عبد الرحمن قدام عبد الرحمن امسك كده اطلع بايدك كده. الكرسي ده بسميه اولاد أريتينويد والتاني ده سميته اولاد أريتينويد. اثنين أريتينويد عاملين كده. مين الكارتش اللي بقى قدام الساولات بجلوتس عملوا كده؟ عايز احط بقى ريتينويد وبجلوتس كده. طب الريتينويد ده بتاع الفيت زي ما اتفقنا يعني، ده ريتينويد بيجيب 5 مللي ماكس، الريتينويد هنا. مين اللي بينهم ده؟ فدانج عملت عليه فولد فوق اسمه هيبقى بجلوتس. لو عملت كده لو قلت حط ريتينويد وريتينويد وقالت بجلوتس وقالت بجلوتس وابر بوردر بتاعت بجلوتس من قدام تمام، الدايره دي كلها على بعضها اسمها مدخل اللانس. السلوكرش حامية من قدام كده، أنت لما بتيجي تبلع، لما بتيجي تبلع البجلوس ده بتشد الورا كده في الحتة دي، وترجع تاني بالإلاستيسي بتاعته كده، يبقى ده اللي بيقفل كده، ده البجلوس بيرد كده تاني، يبقى لما أجي أسأل سؤال، إيه الحدود اللي تقول ده من قدام مين؟ ومن عجينات مين؟ ومن ورا مين؟ مين مع بعض؟ من قدام مين لما كده؟ أبر إيد بتاع مين؟ البجلوس، تمام؟ وعلى الجنب يبقى فولد اسمه اري ايبيجلوتيك فولد، وفولد اسمه اري ايبيجلوتيك. طب من ورا الميوكس ممبرين والارتينويد اللي موجودين ورا، يبقى عايز اسال سؤال، هل فتحه اللاركس لو حد فين قلت ادي تسمات خلان، هل دايره كده ولا مايله كده؟ مايله، لان من قدام اعلى من ورا، تمام. اسال سؤال صعب جدا جدا لطلبه كل الطب، لو ده ايبيجلوتس وده الابر اند بتاعته، وده اري ايبيجلوتيك فولد، وده ارتينويد، تحط الارتينويد الثاني فين؟ الناحيه تحط فين الارج بالروتك تاني كده مش كده؟ يبقى لو ده لانكس بيتقفل كده. طب الساروك كارش طبعا ملوش دعوه ملوش دعوه بالقله، هيحوط لنا كام ده كحمايه بس مش كام دولار. يبقى عايز اسال سؤال، ايه حدود القله اوف ذا لانكس؟ مش كام دولار؟ كام ده بتسمع اورا مش كام دولار؟ بغض النظر عن موضوع النظر اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، ايه حدود القله اوف ذا لانكس بقى؟ من قدام ايه؟ ومن على الجناب ايه؟ ومن ورا ايه؟ لو جينا مع بعض من قدام تبقى مين لما كده؟ ابر بوردر بتعمل ليه؟ الابيجلوس. وعلى جنبين مين الموجود؟ اري ايبيجلوتيك فولد واري ايبيجلوتيك فولد. من ورا اريتينويد واريتينويد بتوع منهم ميوكس ميمبرين ببعض اللي هنعرفها دلوقتي مش كده؟ ده اسمه قله اوف مين؟ لا انت بس السؤال، من اول القله لغايه الفولد دوت اللي اسمه فيستيبيولار فولد، المنطقه دي بيسموها فيستيبيولو اوف ذا لانكس. بين الفولد والفولد ده اسمها الحته اللي جوه دي ساينس اوف ذا لانكس او فينتكل اوف ذا لانكس، واللي تحت ده بسميه ترو فوكال كورد. يبقى اللانكس فيه كام فولد كده من جوه؟ اثنين. اسموه كام سبيس؟ ثلاثه. الحته اللي فوق دي بسميها فيستيبيول، واللي في النص دي اسمها ساينس، واللور بارت ده بيسموه انفراجلوتيك بارت. جلوت اسم المزمار، وطبعا المزمار اللي قالوا ان انت بتتكلم بالاحبال الصوتيه اللي تحت، فما هو ده المزمار اللي بتكلم بيه، فاللي تحته تبقى اسمها انفراجلوتيك. اسمها ايه؟ انفراجلوتيك. يبقى لما يسال سؤال هقسم اللاركس من جوه بين المدخل للفولد ده وبين الفولدين وبعض الفولد ده كام منطقه كده موجودين؟ ثلاثه. هعمل بالليلان دي حاجه غريبه جدا، اللي فهمها يبقى معلم قوي 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 اللي شكرا بذكائكم بصراحه. دول الفولدز اللي جوه اللينكس، اللي فوق ده بسميه اولاد فيستيبيولار، واللي تحت سميته تروبوكال كورد، واللي فوق ممكن يتسمى فولز. اعمل كده. انا جوه اللينكس دلوقتي، امشوا لي جوه اللينكس من فوق لتحت، مش كده؟ الحته اللي فوق دي اسمها ايه؟ ودي اسمها ايه؟ ودي اسمها ايه بقى لما كده؟ اللي فوق دي بسميها ولاد لما كده فيستيبيول، ودي بسميها ساينس، ودي الانفرا جلوتيك. انفرا ايه؟ جلوتيك. اللي يعرف اسم الكلمه دي ياخد 5 جنيه، 5 جنيه ب 10 رايم رايما يعني مدخل، مدخل مين لما كده؟ الايه؟ الجلوتس. اسمها رايما جلوتس. رايما الباب ده يعتبر رايما الاوضه، مش كده؟ ده اسمه رايما الاوضه، هو الباب بتاعنا. قال انت بتقول الكلام ده ليه؟ هعمل بقى كده معاك بالطبع الصحيحين. اللي منزل عمله دوت اللي فوق دول اسمهم فيستيبيولار فولز، فولز بوكر كورت، واللي تحت اسمهم تروف كورت.
دول بكره الكردي دي مدخل المزمار الحقيقي مش كامله لا فالمسافه اللي بتفرق بكره الكردي اليمين وبكره الكردي الشمال اسمها رايما جلوتايت اسمها ايه رايما جلوتايت للمزمار طب المسافه بقى بالمره عشان تشطروا اللي بيذكر الكتاب اللي بين الفولد ده يبقى المسافه دي ليها اسم والمسافه دي ليها اسم الفولد اسمها رايما بالسبيول اسمها رايما بالسبيول عايز اقسم الليركس من جوه حد فينا يقدر يقسم الليركس من جوه تاني تاني عملت كام فولد جوه الليركس اتنين اللي فوق سميته ايه واللي تحت اللي سميته ايه اللي فوق سميته بالسبيولر واللي تحت سميته بلاد ترو فوكال كورد تمام اللي فوق ممكن تسمى فولد الفوكال كورد نفس السباحه كده يبقى اتخلف تعمل ازاي لو انت حد ذاكر بذكاء عندك كريكويد وسيرويد وابيجلوتس ابني لي القصه الكريكويد طلع منه ليجمة السموك كريكو سيرويد لما تطلع بيه من تحت لفوق تثبته فين؟ قرب في المنتصف دي السيرويد بيخلص منه وعلى الجناب كمل بعمل حاجه اسمها كريكو فوكال وكريكو فوكال يكمل كريكو فوكال بتاعنا لو كمل يبقى عامل زي الورقه دي ليه انا عامل الورقه دي بالشكل كده؟ قالوا بص يا دكتور في النص من الكريكويد للسيرويد خلص طب من الجنبين قالوا همشي ديب للسيرويد همشي ديب للسيرويد من قدام تثبت روح في الانجل بتاع السيرويد طب ورا تثبت روح في اي بروسيس طب كده فوكال بروسيس اللي على كارت اللي اسمه اريثرود اللي على كارت اسمه ايه اريثرود اسمه ايه اللي جنب ده كريكو سيرويد اسمه ايه كريكو سيرويد اللي لو سالت فعلا سالت كل الطب يا ولاد مسحت الراجل ده كده ذكاء مني وذكاء منكم وانتم فيت ولا ده كلام هسالكم سؤال بس انتوا هتجاوبوا يقفوا عليه لو كارت ده يبقى سيرويد ده نص ونص التاني كده لو كارت ده يبقى مين يا ولاد كيري كويس وعامله كده محد سرحان وده نص تاني كده مين الكارت ده لو حد فينا واقف على ده الارتون حد فينا قدر يقول لي مين ده ده يبقى اسمه ها قلنا ثلاث طب لو كملته كده كريكو بوكر من قدام ثبته فين ورا ثبته فين قدام في الانجل ورا في البوكر بروسيس يبقى ده الابر بورد بتاع وده يبقى تخين ويبقى البوكر كورد بتاعي مش كده طب مين الكارت ايبيجلوز لو عملت واحد تاني ده يبقى اسمه كوادرانجل كوادرانجل لازم يميل لجوه مش كده ولو عملت ده يبقى في السيب الفوق دوت بقى بتاعنا هضغط عليه ميوكس ميمبرين حد فينا يقدر يحط عليه ميوكس ميمبرين ولا لا ميوكس ميمبرين دكتور بيغطي ده كده ويعمل فولت اسمه اير اير بيجوت الفولت ينزل كده يميل لجوه ليه يميل لجوه كده؟ ما هو عشان هو مايل طب اطلع كده والف كده اطلع لبره تاني مين الفولت اللي عملته ده سميته ستيف وانزل كده على الجدار والف على ده واطلع تاني وانزل كده مش كده ولا اسال سؤال كم فولت عملتهم كده يا ولاد؟ اثنين فين الستيبلر فولت وفين الترو بوكر كورد بتاعنا بقى ده يبقى مين؟ ده ترو ها وده والحفره اللي بينهم دي اسمها ساينس او فينتك اسمها ساينس او فين نص الليركس الثاني؟ تحطه كده يبقى ده يجي لواحد ثاني جنبه كده وده يجي لواحد ثاني جنبه كده والثاني لو انا حطيته عاملين كده بالظبط جوه الليركس الناس اللي صحيه كده لو دول اتحطوا جوه الليركس بينهم حفره كده الحفره دي اسمها ايه؟ ساينس الحفره دي تبقى اسمها ايه؟ ساينس طب لو ده اتحط جنب ده وحطيناهم الاثنين كده المسافه دي تتسمى ايه والمسافه دي تتسمى ايه؟ واحده اسميها رايما بالسبيول ما جبناش سيرتها في الكتاب ورايما بروتايز حسب سؤال ايه مدخل الليركس؟ فين مدخل الليركس بتاعنا كده؟ قالوا ابر بورده بتاع الابيجلوتس والاري ابيجلوت فولت اهو واريتينوت حط لها اريتينوت ثاني حط بينهم ميكاس فابرين واري ابيجلوتك ثاني وابيجلوتس ثاني يبقى مدخل الليركس عامل كده مش كام دول ويبقى القله بتاعت الليركس مايله كده ميل دايركت ابورد باكورد مش كام دول ولما بتيجي تبلع يحصل ايه في الابيجلوت يتشد لورا يجي قافلها مش كام دول تبلع خلاص يبقى عايز اسال سؤال بقى الطالب الصحيح ايه حدود القله اوف ذا ليركس وايه اللي جوه في الكافيتي بتاعت الليركس انت مسيب الكلام ده ولا حدود القله اوف ذا ليركس من قدام مين لما كده ابر بورد بتاع حاجه اسمها ابيجلوتس طبعا جنبين مين اللي موجود لما كده اري ابيجلوتك فولد يمين واري ابيجلوتك فولد شمال ومن ورا الارتينوند بينهم ميوكس ميمبرين دخلت جوه الليركس من اول القله لغايه اول فولد قبلك سميتها بالسيبيول اوف ذا ليركس بين الفولدين سميتها ساينس اوف ذا ليركس تحت اللي تحت اسمها انفراجلوتيك اسمها ايه؟ انفراجلوتيك اسمها ايه؟ انفراجلوتيك قالوا طب انا قلت حاجه الدبريشن ده على تاور وده على تاور الثاني انما لو انت عندك فولد يمين وشمال وبينهم مسافه المسافه دي اسمها رايما يا اولاد لما كده بالسبيول وتحت اسمها رايما ايه؟ جلوتايتس رايما ايه؟ جلوتايتس رايما ايه؟ جلوتايتس مش كده لا تمين عندي ده عباره عن مين يا اولاد؟ الكافيتي بتاعت اللاريكس الكافيتي بتاع مين؟ اللاريكس بتاعت مش كده لا عضلات اللاريكس ده يا اولاد مقسومه لمجاميع عضلات الايه؟ الفولد دوت يبقى ده مين ده؟ ايه؟
ده بروتكشن اكيد وتراب وعفره وملايين سودا جدا، ده كل ده حمايه. انت عندك الاسيم مخبيه مره جوه مش كده، ده انت عمال تشرب ده في مصر ملوش فايده، في امريكا بس فايدته جامده جدا. مش احنا بلدنا نحطه ده ليه؟ الايه؟ ده يطلع وينزل الاثنين شغالين مش كده؟ بجروس الترفع شويه وبتجي نزله كده يقفلوا بعض مش كده؟ ده مش زي زمان بس يعني مش واحده مش واحده تطلس روح شغال مش كده؟ لا انا بلاد دي اللي عندي ده كابيتال بتعمل بلاد اللي بتاع مش كده؟ لا رقم حاجه كده ثلاث دقايق بس كده شو وده شغلات التكاكم المتواجد احيانا والغايه كثيره مش كده؟ لا تعالوا نبص مع بعض. اولا اسال سؤال تاني طب كله طب لو ده بقى لما ببص على الابيجلوس من ورا ده الابيجلوس من ورا وده مين الكارت لسه بيت ولاد كريكويد وده مين ده اريتينويد وعندي هنا كده في فولد اسمه الفولد ده اري ابيجلوت الفولد اسمه اري ابيجلوت البروسيس العجينات ده اسمه ماسكار بروسيس. عندنا بقى في عضلات تقفل اللاب تقفله وانا ببلع لاكس لازم تقفل فالابيجلوس ده بتشد لورا الدنيا تقفل. قال بتحصل ايه؟ في عضله اسمها ترانسفيرس ارتينود ماسل تطلع من الباك بتاع ده تروح للباك بتاع ده وده ليه ده كده؟ من الباك للباك اسمها العضله دي ترانسفيرس ارتينود ماسل. طبعا ترانسفيرس ارتينود ماسل يمين وشمال تشدوا بعض كده يقربوا الارتينود من بعض تمام. في عضله اسمها اوبليك ارتينويد في رسمه في كتاب حلو جدا تحت اللي في الصفحه المقابله تحت رسمهم كلهم. الاوبليك ارتينويد جاي من الماسكر بروسيس دوت وتروح للايبكس بتاع ده والماسكر بروسيس دوت تروح الايبكس بتاع ده وتكمل جوه الاري ابيجلوتيك فولد لغايه قدام وجوه الاري ابيجلوتيك فولد لغايه قدام وتتسمى اري ابيجلوتيك ماسكر. يبقى لو حد فينا سرحان نقدر نقول مع بعض اللي هعمله بايدي ده في التوتو يبقى السادسه. هنا في اريتينويد وهنا في اريتينويد دي طلعت منها عضله مايله كده ودي عضله مايله كده دي راحت الايبكس بتاع ده والايبكس بتاع ده وكملت في الاري ابيجلوتيك فولد اللي هنا هنا لغايه الابيجلوتيك. لو العضله دي شدت وشدت تعمل ايه في الابيجلوتيك؟ دول ورا ويلموا بعض على كده ويحصل يا اولاد يعني يبقى لو دي شدت تشد ده كده وتسحبوا لورا ودي كده ودي كمان تقرب الارتينو جامد ايه في اللاركس ده يا اولاد اتقفل. يبقى انت بتبلع الابيجلوس شد لورا بعض الاسماء قال الابيجلوس الناس بتصحى في الشغل بتاعنا يا اولاد قال مين ده يبقى مين ده الابيجلوس. انا عارف انكم بتفهموا يمكن متاخر بس بتفهموا دي ميزه صراحه يعني. قال اولاد اللي عندي ده مين ده اولاد ده عباره عن ايه الابيجلوس ده مين ده اولاد ده كده قال الكوزو ده الابيجلوتس عاملين كده. لو انا الارتينوز هي طلع منها عضله اللي بتاع كده يشدوا بعض يقربوا ودي طلع منها عضله من الماسكر بروسيس بتاعها راح الايبكس بتاع دي ودخل في الاري ابيجلوتك اللي هنا والعكس بالعكس دول يشدوا ايه في الابيجلوتس يشدوا لورا والارتينوز تقرب من بعض يحصل ايه في مدخل اللاي تتقفل. وانس الدنيا خلصت الاقي ده راجع بالالاستيس بتاعته واخد وضعه تاني والعضلات ريلاكس. يبقى في عضلات بتقفل ايه الانتر ده كم عضله بتقفل ايه الانتر ده 33 ثلاث عضلات لو صحيين هنا الثلاثه بتوع الدوران عضله سميتها ايه الناس الصحيه قالوا عندنا عضله اسمها ترانسفيرس ارتينود اسمها ايه ترانسفيرس ارتينود وعضله من الماسكر بروسيل ده الايبكس بتاع دي وتكمل لقدام اسمها اوبليك ارتينويد اسمها اوبليك ماسل واللي كملت اسمها لو كده اري ابيجلوتيك اسمها ايه؟ اري ابيجلوتيك. طب دي الاوبليك ودي اسمها ولاد اري ابيجلوتيك عاملين مع بعض اكس شيب كده من ورا مش الحمد لله واللي بالعرض اسمها ترانسفيرس واللي كملت دي سميتها اري ابيجلوتيك اسمها ايه؟ فين ابيجلوتيك هنا في الرسمه ديت؟ اللي قدام ولو شددنا لورا نقفل ونضايق فتحه اللاركس والواحد يقدر ايه يا ولاد يبلع من غير ما حاجه تخش اللاركس بتاعه. في هذا الكلام ده بالنسبه لمين لما حد سرحان العضلات تقفل الالتودلارنج كم عضله تقفل الالتودلارنج؟ ثلاثه واحده سميتها ايه؟ والثاني اسمها اوبليك ارتينويد واحده اسمها ال ايبيجلوتيك كم عضله كده ثلاث عضلات بتفرق ايه اللي تبقى مين ولا ايه ده في عضلات تخلي بكره بورد تاني عضلات تخلي لاكس لما راح فينا ده يعلي صوته اولا لو عندك كمان جنب البيت او جيتار او اي حاجه كل ما تشد الاوتار يحصل ايه في الصوت نبره تعلى كل ما تسيب الاوتار من الاخيه النبره بتبقى واطيه. طب انت عايز تقول ايه؟ على كده عندنا عضلات تخلي بكره بورد تنس وعضلات تخلي بكره بورد ريلاكس اللي تنس كليكو ساروت اساسي الكيلوكو ساروت مصر ديت لو حد سرحان هبص على ساروت كارتش من بره كده على اللاتر سايد. لو بصيت هنا مين الكارتش تحت ده سميته كيلوكو هنا في جوينت اسمه كريكو ساروت اسمه ليه؟ كيلوكو ساروت الجوينت ده هنج جوينت الموفمنت فيه حوالين ترانسفيرس اكس الناس اللي قاعده نايمه تصحى. لو كارتش ده كيلوكويد وكارتش ده اسمه سايرويد الانفير هورن ده يركب هنا والانفير هورن ده يركب هنا ودي كان في اول حصه قلنا الكلام ده واعمل له جوينت
الجلد اسمه كريكو سارود، اسمه ايه؟ كريكو سارود. سارود تتحرك لقدام، ترجع تاني تتحرك لقدام، تتحرك حوالين اني اكسس ترانسفيرس اكسس، تبقى كده وترجع تاني. الحركة دي بتحصل على الجلد، اسمه ايه الجلد ده؟ كريكو سارود، اسمه ايه؟ كريكو سارود. الناس اللي صاحية في أول صفحة في الكتاب كانت مين؟ تريكويد راكبة عليها سارويد، مش أول صفحة في الكتاب، أول صفحة في الليركس يعني. فأول صفحة في الليركس الرسمة اللي مكتوبة فوق عامل لك الانتيرو هور، لكن مع السايد بتاع مين؟ الكريكويد، عامل له جوينت اسمه كريكو سارويد. كريكو سارويد جوينت دوت طبعا لو شلت غلفت الصفحة اللي بعديها هتلاقي الكريكويد مرسومة مع السايد بتاعتها في سمول فاسل كده، بس الحمد لله في سمول فاسل اللي بيركب مع مين؟ الانتيرو هور عشان يعمل له جوينت اسمه كريكو سارويد اللي هتبقى فيه المخرج حوالين انهي اكسس ترانسفيرس اكسس. هسأل سؤال للطلبة الأذكياء أو مش أذكياء، لو رجعت كده بخيالكم بقى لو القط دي كده، لو حد فينا قال لي مين اللي القط اللي جوه ده؟ اريتينويد. والله انتوا بتفهموا. لو حد فينا بخيالكم كده الشطار عمل كده ده الكركور، تمام. اسال بقى سؤال، لو كارت دوت شد لقدام كده الكركور بيبقى لاكس ولا تاكس؟ مين اللي بيقول لاكس؟ الاكس ده معلم قوي. ما طبعا مش كده، كل ما الثرو كارت ينزل قدام كده يجي قدام كده اكتر وده يجي كده اكتر طبعا يبقى لاكس، مش كده ولا ايه؟ يبقى تنس ولا لاكس؟ ما ثرو ده ليه كده قدام؟ انا ما قلتش حاجه، انا الناس دي كلها بتقول تنس، ما تقول تنس ما عملتش. انا محمد ده جبتك في رجلك، ما كنت يا ريت انت ما كنتش جيت، انت كنت في ناس ثانيه كنت مستني يجوا، مش كده؟ لا انا ما اتريق على مين؟ بس من غير تريقه صعبه صعبه جدا. انا ولاد ثاني يبقى تاني يا ولاد تاني. طب انا اعمل كده البوكال كورد واقف جوه كده، ده البوكال كورد. كل ما الثرو كارد اللي انت قدام يبقى البوكال كورد تنس ولا لاكس؟ ايه العاده المسؤوله عن كده؟ طبعا تنس طبعا، بس انا قلت شوفها بس هتثبتها على ايه؟ كل التجاره اللي بتجي لها نفس النهارده دي كلها تنس. خرجوا مع بعض كده جديد. العضله اسمها بقى كريكو سارويد، تطلع من اندرولاترال قلب بتاع القرش بتاع الكريكويد اندرولاترال، تشوف تم السيرش في اللور بوردر بتاع مين؟ الثايرويد، وكمان في الانفيرو. العضله اسمها كريكو سارويد، لو شد كده تعمل ايه في الثايرويد كارد؟ تشده، تعمل ايه في البوكال كورد اللي جوه؟ تخليه تنس. اسمها العضله دي يا اولاد كريكو سارويد، اسمها اولاد كريكو سارويد. طيب لو في عضله محطوطه في التنس طلع من السطح الداخلي بتاعت الانجلو سارويد ورجعت ورا كده انسيرتد في مين يا اولاد؟ في الثايرويد كارد في الارتينويد. القدر دي بتتقبض بتعمل ايه بقى؟ قالوا لي بين الكريكويد والارتينويد، مش الكلام ده؟ هتنقبض. الارتينويد دي ثابته مش هتتحرك لها، فدي لازم تقرب من دي، مش الكلام ده؟ بيحصل ايه في الحاله دي؟ طب ما كده البوكا كورد يبقى لاكس. العضله دي اسمها سايرو ارتينويد، اسمها ايه؟ سايرو ارتينويد، اسمها ايه؟ سايرو ارتينويد. يبقى عضله اسمها كريكو سارود والثانيه اسمها سايرو ارتينويد. في عضله اسمها فوكالس. فوكالس مصر ديت عشان تفهم اللي هقوله ده لازم تفهم اللي جاي. بعمل حاجه اسمها توب فيو. توب فيو يعني ايه؟ الكارت دوت اسمه ثرو كارت، حد سرحان مش هبص له من قدام ده، هبص له من فوق كده، يبقى نرسمه كده. يبقى لو رسمته كده يبقى المنظر عامل كده، مين الكارت مرسوم ده اسمه ثايرويد، تمام، حد سرحان ان شاء الله باذن الله. لو انا عملت كده الثرو كارت بتاعي عملت كده ادي ثرو كارت، بصيته من فوق بيو كده. لو عملت كده ده كارت، يبقى مين الكارت ده اسمه ارتينويد، وكارت ده اسمه ارتينويد. لو في كورد كده وكورد كده مين الكورد ده اسمه؟ وكار كورد، تمام. المنظر ده كله توب فيو. توب فيو يعني ايه؟ بص من فوق. يبقى عملت كده؟ لا انا بص عليه من فوق كده. يبقى مين الكارت اسمه؟ ثايرويد. الكارت ده اسمه ايه لما حد سرحان؟ اريتينويد. الناس اللي صح او الدام يبقى ده كارت اسمه اولاد اريتينويد، وكارت اسمه اولاد اريتينويد. احطهم كده. يبقى مين الكارت محطوط ده سميت اولاد اريتينويد، اسمه اولاد اريتينويد، بصيتهم من فوق. وبرضه البروسيس ده مين البروسيس اللي قدام ده سميته ايه؟ بوكر بروسيس. لو عندي عضله جايه من الثايرويد رايحه الاريتينويد تبقى ثايرو اريتينويد. ليه؟ اللي انا سمك في الاخر اللي كانت هنا اسمها ايه لما مسحها سالو ايه اولاد اريتون، تمام. سالو اريتون مصر دي موجوده جوه كده، لو شد ده قربوا من ده فيحصل ريلاكسيشن للكوبا. هنا بقى في جزء ميديال قريب من البوكر كورد قوي، جاب سالو اريتونويد اللي سالو البوكر كورد كده، وفي من اريتونويد البوكر كورد. العضله دي كلها على بعضها بيسموها فوكالز، بتعتبر ميديال بارت العضله. الجزء الامامي من الثايرويد للبوكر كورد، والجزء الخلفي من الاريتينويد للبوكال كورد. عايز اسال سؤال، لو ده انقبض يعمل ايه؟ ولو ده انقبض يعمل ايه؟ اللي بره لو انقبض اللي هو بصير بارت بتاع البوكالز هشد البوكال كورد، البوكال كورد يعمل ايه في الثايرويد كارد؟ شعره
يبقى البوك ريكورد لاكس ولا تنس؟ حسبنا عمل كده معاكم اهو مسك كده من تحت. اولا الانتيوبر بتاع ده بتشد على مين اما كده او بصيره انتيوب بتاع ما بتشد على البوكر كورد جاب الثالوث راح البوكر كورد بتشد عليه هتشد عليه الارتيرويد يتحرك يبقى بقى تاني. طب لو جينا على البصيره برضه هتشد على مين؟ على البوكر كورد. لو شد على البوكر كورد البوكر كورد هتشد على الثالوث الثالوث هتتحرك لو انت اتحرك كده يبقى لاكس ولا تنس لما كده؟ لاكس. يبقى في البوكالز دي جزئين انتيرو بارت وبوسيرو بارت. البوكالز دي بتبقى على نفس الجنب على نفس الليفل بتاع العضله اسمها سيرو ارتينويد يعني في ناس بتقول هي ميديال بارت بتاعتها. الجزء الامامي من الثيرويد للبوكال كورد والخلفي من الارتينويد للبوكال كورد تاني اللي قدام دي بيسموها بوكالز انتيرو بوكالز بوسيرو او الانتيرو بارت بتاع البوكالز بوسيرو بارت بتاع مين لما كده البوكالز تاني كانك بتسمع عن الاول مره. الثيرويد قابل للحركه حوالين انهي اكسس ترانزفيرس يبقى لو شد عليها اتحرك هيجي لقدام يرجع لورا. الارتينويد ما بتتحركش قدام ورا بتلف حوالين لونج اكسس كده زي ما نعرف دلوقتي فبالتالي مش بتتحرك ابدا. فلما اجي اسال سؤال طلب اسكيب العضله اللي اسمها بوكالز انتيرو او في بوكالز بوستير او انتير بارت بتاع البوكالز بوستير بارت اي كان كتاب اسال بس ايه لو هي جايه ذكرت ده مين الكارس اللي انا لسه سميته ثايرويد انت من الثايرويد للبوكال كورد هتعمل في البوكال كورد شد عليه. طب لو تشدت على البوكال كورد هتشد على انهي كارس على الارتينويد هل هتحرك الثيروكارد؟ يبقى البوكر كورد بيتشد عليه مش عارف يعمل له حاجه، يحصل له ايه في الحاله دي؟ يبقى تنس. طب لو انت بتصير البوكالز هتطلع من الارتينويد هتشد البوكر كورد، لو شدت على البوكر كورد هتعمل ايه في البوكر كورد؟ هتشد على الثيروكارد، لو انت شايف الثيروكارد دوت واقف كده وتشد عليه رجل ورا كده، يحصل ايه في الكورد بتاعتها؟ تبقى لاكس ولا تنس لما كده؟ لاكس يبقى الاولى حاجه. لو قربت الانتيب اند بتاع الكورد من البوستيب اند بتاع الكورد مش كامل لا يبقى الجزء اللي عليه شد بس هو اللي انت بتحكي عليه ده التنس انما بقيه الكورد بتاعي لازم يبقى يحصل له ما كده ريلاكسيشن مش كامل لا يبقى انا لو مثبت الكورد بتاع ده كده شديت على الكورد الكورد اللي انت بتشد عليه ده هيبقى هو اللي هيبقى فيه تنس شويه لما كل الكورد يحصل له ما كده مع حركه الكارت لازم يقربوا من بعض يحصل ايه في الكورد بتاعي ده يبقى ريلاكس شويه يبقى كانك انت بتشد بحبل على حاجه اتحركت لك يعني انا لو ربطت الكرسي ده بحبل وانا شديت على الحبل مش كده ولا الكرسي ده هيقرب مني مش كده ولا لا؟ طب والحبل هيبقى في الحاله دي مشدود ولا مرخي ولا كده؟ مرخي طب مش كده ولا لو انا العكس بقى لو سالوا الكرسي بتشد على الكورد والارتون مش هتتحرك مش كده ولا هيبقى الكورد في حاله ايه لما كده تاني؟ اسال بقى سؤال طلبه صحيين كده اولاد الناس اللي بتسمعني كويس العضلات اللي بتتحكم في اللانس يا اما تخلي بكره الكورد تنس يا اما تخليه ايه فلاكس دي حاجه مهمه جدا ما قدكش البوكر كورد تقرب من بعض يبقى تسمى ادكشن وتبعد عن بعض تسمى ادكشن وانا بتكلم البوكر كورد تقفل على بعض وتقفل اللارنكس فالهواء اللي طالع يعمل ايه في البوكر كورد يعمل لهم فايبريشن فتسمع الصوت بتاعك. طب افرض ان انت قاعد بتتنفس مش كامل لا مش كامل لا لازم الكورد تعمل ادكشن يبقى الكورد تعمل ادكشن تعمل مين يا اولاد؟ دورنج الكلام ادكشن كورنج يا اولاد لما كده التنفس تعمل يا اولاد ادكشن مين يعمل ادكشن مين يعمل ادكشن؟ اولا اللي جاي ده لازم تسمع كويس قوي 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 انت عندك ارتينو كارت يمين وارتينو كارت شمال ادي ارتينوي وادي ارتينوي تاني بس محدش سرحان بجد بقى اللي جاي ده عنده ناس اذكياء قوي الناس اللي مركزه اولاد ده ارتينو وده مين ده اولاد ارتينو الاثنين عاملين كده كل واحد واقف على زي اخوه كده واقفين فوق الكليكويد ليه بكره بروسيس قدام بكره بروسيس قدام الارتينود ده بيلف حوالين لونج اكسس بيبوت جوينت بيبوت جوينت بيبوت جوينت وفي شويه سلايدنج موفمنت زي البليد. طب الجوينت اللي بيتحرك فيه ده بقى يحصل ايه؟ انا ترانسفيرس ارتينود مصر بشور تطلع من الباك بتاع ده كامله والباك بتاع ده لازقه في الاثنين فتشدهم كده تحرك تعمل لهم شويه ايه ولازقه لما كده قدام حاجه حاجه اثنين بقى عندنا عضله اسمها لاترال كريكو ارتينود لاترال كريكو ارتينود لاترال ايه؟ كريكو ارتينود لاترال كريكو ارتينود طلع منين؟ لما راح بني ادم دي كان اسمها كريكو ثايرويد اسمها ايه؟ كريكو ثايرويد اسمها ايه؟ كريكو ثايرويد محدش سرحان اشيلها اللي عندي فانز عامل كده ده كريكو كارتج وده ارتينول كارتج تمام اللي قدام ده بكره بروسيس واللاتر ده بروسيس اسمه ماسك من الابر بوردر بتاع القرش ده تطلع عضله وتروح للماسك بروسيس العضله دي بيسموها اولاد لاترال كريكو ارتينول اسمها ايه؟ لاترال كريكو ارتينول اسمها ايه؟ لاترال كريكو ارتينول اسمها ايه؟ لاترال كريكو ارتينول تبقى دي للعضله. طب اسال بقى سؤال الطلبه الصحيين
لو ده الكوب كارت بتاعي اللي هيستحمل عايز تبان كويس قوي، لو انا ما عندي كعضو كالارتينول كده، لو حد فينا وقف على اللي جاي ده يبقى معلم قوي قوي قوي. لا تاكليكو ارتينول تطلع من هنا، لا تاكليكو ارتينول تطلع من هنا، تطلع من العرش ابر بورد وتروح للانتير سيرفيس بتاع الماسكر بروسيس ده، تشده تعمل كده تشده لناحيته. فلو شديته كده ناحيتها البوكر بروسيس ده يلف اليمين ده يلف اليمين ده. طب احط الاثنين دول اسال سؤال، لو انتم صحيتوا عليهم كده، دي ارتينود يمين ارتينود شمال، لا تاكليكو ارتينود راحت من قدام لورا كده في البوكر بروسيس ده، ودي في البوكر بروسيس دوت. لو دي شدت البوكر بروسيس دوت تشد لقدام، ولو دي شدت البوكر بروسيس تشد لقدام. يحصل ايه في البوكر كورد؟ البوكر الاثنين يقربوا من بعض يعمل اكشن اسمه ادكشن. لو الرسمه اللي هي توب فيو دي وافقتوا عليها بس هتحصل حاجه، لو ده سالو كارش يعمل له كده، وده اريثينول كارش يعمل له كده، وده اريثينول تاني يعمل له كده. لو بشد ده لقدام وبشد اللي قدام هي بتلف حول الاكسس كده، يحصل ايه في الكورد دي؟ تقرب مع بعض ولا تبعد عن بعض؟ لو كده تقرب تعمل اكشن اسمه ايه؟ ابداكشن. يبقى البوكر بروسيس دوت لو اتشد عليه قدام والبوكر بروسيس ده اتشد عليه قدام، يحصل ايه الماسكر بروسيس؟ يحصل ايه في البوكر بروسيس بتاع الناحيتين؟ ابداكشن. وبالتالي لما اجي اسال مين العضلات اللي بتعمل ابداكشن بقى؟ لو عملت كده عضلتين، عضله اسمها ترانفيرس ارثرويد بتقربهم من بعض قد ما بتقدر، وعضله اسمها ايه ولاد لما كده بسميها لا تاكليكو ارثرويد، بسميها ولاد لا تاكليكو ارثرويد، بسميها لا تاكليكو ارثرويد. تاني اللي بيبص في رسمه الكتاب اللي مرسومه تحت ديت ولاد عضلات اسمها حلوه جدا صح؟ ايه ده؟ ايه كويس؟ الرسمه اللي تحت ديت الناس اللي صافيه في صفحه 153 في رسمه رسمينها كده في رسمه تانية، الاولانيه على ايدك الشمال رسمه اورجن سيرفس، الثاني بيوريك الاكشن توب فيو من فوق، توب فيو من فوق يعني بيوريك من فوق. اسال سؤال، فين الارتينويد تحت بقى كده؟ في الرسمه اللي عندي هنا كده في الارتينويد كارتش في رسمتنا ديت. لا انا عايز اللي ايدك الشمال مش كده؟ انا ناحيه ايدك الشمال. انا وليه؟ تمام. يبقى هنا لو جينا مع بعض الرسمه المرسومه بيورينا العضله دي، العضله دي لو تشد كده على الارتينويد تلف فين لما كده تاخد الماسكر بروسيس دوت والماسكر بروسيس تاخدهم كده. يبقى البوكر بروسيس اللي قدامي يلف يمين لما كده. انا لسه اقول حاجه قبل ما اسرح، ان الجوينت اللي هنا ده اسمه ايه؟ اللي هو الكليكو اريتينويد ده بيفل جوينت. تعرفوا ايه معنى بيفل جوينت ولا بيلف حول انهي اكسس؟ لو مكتوب من الاكسس مش كامل. طب بالنسبه للكليكو سارو جوينت كان ايه؟ هنج جوينت اللي بيتحرك حول انهي اكسس ترانسفيرس. مش فاكرين لا بيفل ولا هنج؟ افتكر كان عندي زمان البو جوينت ده اتحرك حول انهي اكسس ترانسفيرس، يبقى السرير يتحول حول ترانسفيرس اكسس كده، يبقى نوع ايه لما كده؟ هنج. اما بالنسبه للكليكو سيرويد، الكليكو سيرويد، الكليكو سيرويد ده يلف حول انهي اكسس لونجتيود. طب لو انا وقفت كده وجيت على الماسكر بروسيس ده شديته لقدام كده باللاتا كليكو اريترنت مش كامل، اعمل ايه في البوكر كورد اللي قدام؟ اقربهم بعض. لو انا عندي العضلتين دول محدش طلع سرحان وحط دول كده ودي كده، سالتكم سؤال، هل حد فينا نازل يقول لي لو عامل كده فين البوكر بروسيس في الاثنين ولا ما نقدرش؟ بوكر بروسيس، بوكر بروسيس. ومين البروسيس اللي على الجنب ده؟ ماسكر، ماسكر. لو شديت الماسكر ده لقدام كده وشديت الماسكر ده لقدام كده، يحصل ايه في البوكر بروسيس اللي قدام؟ يلموا على بعض مش كامل. لا في عضله اسمها كليكو سارود تساعد البوكر كورد ادكت ليه؟ العضله دي لو اشتغلت تخلي البوكر كورد تنز، ولما الحاجه تنز تقرب من انهي خط لما كده؟ من الخط المنتصف قد ما تقدر. فكليكو سارود يمين وكليكو سارود شمال، لما كل ما كل البوكر كورد تنز يقربوهم من بعض كده في الميدل لاين ده قدر الامكان. اللي يعمل ابدكشن بقى عضله واحده اسمها بوستيريو فيو كاريتونود. لو حد فينا مركز اسمعني كويس قوي، لو ببص على دوت اللامينه دي بص لها من ورا وعضله طلعت هنا وراحت البوستير اسبكت بتاع البوكر الماستر بروسيس، يبقى اللي عملت ده معاكم للناس الصح بس تطلعوا قدام مره في حاجه. اللي عندي ديت اللامينه دي اسمها ولاد لامينه، واللامينه دي واقفه كده طبعا ده كان كويس كان في ارش فيه لامينه، لامينه ورا وارش قدام. لو حط ده كده قلت معاكم ده ولاد كان كويس، يا ريت ما حطش يبقى سرحان لحظه كان كنت اعمل كده الاريتينويد والتاني عمله كده. اسال بقى سؤال، لو في عضله طلع من هنا وراحت الماسكر بروسيس ده بس وشدت هنا كده هتعملوا ايه؟ كده وبالتالي ما حدش سرحان طلب الشطار بتوعنا وقف ده كده ووقف ده كده. واسالكم سؤال على عضله اسمها بوستيرو كليكو اريتينويد، هتطلع من اللامينه وتروح كده، هتطلع من اللامينه وتروح كده مرسومه في الكتاب تحت على ايدك اليمين، هتطلع من اللامينه وتروح البوستيرو بارت بتاع البروسيس على البوستير بارت بتاع الماسكر بروسيس. حد فينا يقدر يقول لي العضله دي لو شدت الشد ده شد ده كده، لو شدت ده كده
وشد الدكت يعمل ايه في الفوكال كورد بتاعتنا؟ تعرفهم ولا بتتابعهم مع بعض؟ تمام. يبقى العضله بتعمل ابدكشن يعني عضله بوستيرو كليكو ارتنود اسمها ولاد بوستيرو كليكو ارتنود. عايز اسال سؤال بس الناس تبقى صاحيه للطلبه في الكورد بتوعك. لو ده ارتنويد كارد، ارتنويد كارد اللي قدام ده انهي بروسيس يا ولاد؟ فوكال. واللي على الجنب ده اسمه ماسكر، وزي على الناحيه الثانيه لو الماسكولار بروسيس اتشد عليه كده لورا ده يبعد، لو اتشد عليه قدام ده يجي كده مش كده. انا واقف كده دي ارتنود بتاعت اليمين، لو اتشددت عليه قدام كده يقربوا كده والتاني يتشد عليه كده. يبقى لو جيت سالتكم سؤال لو ده عاملين كده مع بعض الطلبه الصحيين اثبت الاثنين دول كده ارتنود وارتنود. لو ده ماسكولار بروسيس وده بوكر بروسيس، لو ده ماسكولار بروسيس شديت عليه لورا البوكر بروسيس طلع لجوه الورا عمل ايه؟ ادكشن. تمام. يبقى مره ثاني والثاني برضه نفس الكلام، لو ده ماسكولار بروسيس شديت عليه كده من ايه؟ ابدكشن. طب لو شديت عليه العكس يعملوا ايه؟ ابدكشن. يبقى ايه الاكشن بتاعهم؟ طبعا انا مش هقدر اتخيل الكلام ده بيتنا الا لو متخيل جوينت، الجوينت نوع ايه؟ بيبل بيلف حول انهي اكسس دي المفروض ده الاكسس. يبقى لو انت قعدت في البيت عملت دي بيتكم ورقه زي كده قرطاس زي كده مربع وعملت له ايبكس وبيت وليه بوكر بروسيس قدام وليه ماسكر بروسيس على الجنب بوكر بروسيس قدام ماسكر بروسيس عملتهم كده. قلت بقى لو معايا كده لو بلف حوالين الجلوتين الاكسس لو انا بلف اشد الماسكر بروسيس ده لقدام دي تلف كده لو بشد لورا تلف كده يبقى مين يعمل ادكشن مين يعمل ابدكشن لما كده. يبقى الادكشن حاجة كتير قوي. مين يعمل ابدكشن لما كده؟ عضله اسمها العضله دي اوستيرو كليكو ارتنود. اسمها ايه؟ اوستيرو كليكو ارتنود. اسالكم سؤال بقى العضلات اللي في الليرنكس مين عضلة اللاركس بتاعتها نقدر نقول مع بعض ولا لا؟ العضلة اللي انت سميتها ترانسفيرس ارتنود اسمها ايه؟ ترانسفيرس. الباك بتاع ده الباك بتاع ده تمام. وعضلة اسمها اوبليك ارتنويد من الماسكولر بتاع ده للايبكس بتاع ده الماسكولر ده عاملين اكس مع بعض سوبرفيشال دي من ورا. طب لو كملت تمشي جوه فولد اسمها ال ايبجلوت اسمها ايه؟ ال ايبجلوت. دي عضلات كده تعمل ايه؟ العضلات دي تعمل ايه في مدخل اللاركس؟ يبقى فليف. ارجع اسال سؤال عضلات تخلي البوكر كورد تنس وعضلات تبقى ريلاكس. لازم تبقى متخيل انا بقول ان السيروكارس اللي بتحرك حوالين اكسس انهي اكسس ده؟ ترانسفيرس. في جوينت اسمه هين جوينت وكليكو سيرفنت اسمه ايه؟ كليكو سيرفنت. كل ما السيروكارس يتشد قدام البوكر كورد يبقى تاني، كل ما ارجع لورا البوكر كورد يبقى لاكس. طب انت عندك عضله طلع البوكر كورد راح تشد السيروكارس لقدام فتخلي البوكر كورد جوه تنس. عندك عضله بقى من الثايرويد للارتينويد من الثايرويد للارتينويد جوه كده العضلة اللي انت عايز تشد الارتينويد مش عايزة مش كده خلاص مين اللي بتحرك لها الثايرويد وتعمل ايه في الفوكال كورد دي بقى؟ لاكس. قال طب في عضلة اسمها فوكالز. الفوكالز دي بتوصف في كتب الاناتومي ان هي الميديال بارت بتاع سعر الارتينويد قريبة من الفوكال كورد. الامامي الجزء الامامي بتاعها اتاتش في الفوكال كورد يشد عليه يشد على الارتينويد ما تتحركش يبقى الفوكال كورد بقى ايه لما كده تنزل. الجزء الخلفي يشد عليه يشد على مين لما كده الثايرويد يرجع لك الوارد الفوكال كورد ايه لما كده بقى لاكس. يبقى ده بالنسبه لمين لما كده البوكال اسمها ايه لما كده بوكال. فين البوكال في مصر في الرسمه دي؟ ديت وديت مش كام ده انهي جزء منها انتيري وده انهي جزء اولاني بوستيري. لو ده بيشد على البوكال كور هشد على الارتينود. هل الارتينود تتحرك؟ ما بتتحركش ما بتجيش لقدام يا دكتور فالبوكال كور بيبقى ايه؟ تنس. قال له لو دي اتشت في البوكال كور بشدت عليه هيجيبه لورا لما يلف السيرون كارش تحركه فايز سحب لورا يبقى البوكال كور بقى لاكس. يبقى عضله تنس وعضله مين يا ولاد؟ لاكس. مش كده لا ارجع اسال سؤال للطلبه المعلمين مين اللي خلى البوكال كورد ادكتد ومين يخلوه ابدكتد؟ مش كامل لا ادكتد ترانسفيرس ارتنود بشويه سلايدنج موفمنت بسيطه مش كامل لا. طب وبالنسبه للعضله اللي تلف بقى انا عندك عضله جايه من قدام راحت الانتير قلب بتاع الماسكولار بروسيس تشد وكده فاللي قدامي دي لافف كده يلفه كده بعمل اكشن اسمه ادكتد. طب لو عضله راحت له من ورا وشدته كده تعمل اكشن اسمه ابدكشن مش كامل لا. قالوا زائد ان الكليكو سيرويد لما بتخلي الكورد تنس لازم تقربهم من بعض مش كامل لا لان كل ما حاجه تبقى تنس اقرب مشوار هو الميدل لاين بتاعها مش كامل فتقربهم من بعض اللي هي انهي عضله كليكو سيرويد. اسال سؤال صعب جدا ايه السبلاي بتاع اللارنكس؟ سوبيريور لارينجال وريكرنت لارينجال قلنا من قبل في فيجاس قلنا السؤال التقليدي نيرف سبلاي بتاع مين لارينجال سبيل الرينج اللي كانت بتنسى في كام واحد ولاد اثنين اكستنر واي اكستنر اكستنر سبلاي ما يكون اوف دايركس اباف البوكر كورد والاكستنر سبلاي هذا اسمه كريكو سيرويد. طب وبعد كده الريكارنت رينج اول ذا مانس اوف ذا لانك ستيب كريكو سيرويد مش كامل لا في هذا الكلام. طبعا انا عايز اقول ان عضلات اللانكس دي كلها اسمها انترنسك ماسلز. ليه اسمها انترنسك؟
عشان بدايتها ونهايتها بتعرف في الليل ما عدا واحده مش جوه الليل انت لنتك بس بره تريكو سارود اللي هي تو اكسبشن الشطار يا عضلة اللارس الوحيدة اللي هي انترنسك بس موجودة بره على السطح كده والوحيدة اللي واخدة بالاكسترنال لارينجا بقيتهم جواه انت مش شايف ولا حاجة محدش شاف ولا من دول اللي دخل مشطحها وشاف الوقت ممكن تشوف تريكو سارود باينة بقيت عضلة اللارس دي بتقشر ميوكس ميمبرين عشان تشوفها مش كام دول الوحيدة اللي باينة على السطح يمين لما كده تريكو سارود اي عضلة لارنكس تاني لازم اقشر ميوكوس ميمبرين بتاعه عشان تشوف عضلاته اللي جواه دي مش كام دول اللي انت حتى فرق ايه معنى كلمة انترنسك اكسترنسك اللي تبدا وتنتهي في الاورجان يسمى انترنس اللي يجي له من بعد اكسترنس كل عضله اكسترنس في اللارنس اللي يقول عضله اكسترنس في اللارنس يبقى عنده في الدم كان في عضله اسمها ستيرنو تايرويد ده بتشد على سيركرش اكل في عضله كان اسمها ستايلو فارينجس وسالبينجيو فارينجس ومرات كل دول اساتش في اني كارتش لما كده سارون كارتش مش كام دول لا والعضله اسمها تايرو هايويد مش كام دول لا والعضله اسمها ستيرو تايرويد اي عضله اتاتش في الليركس تعتبر بالنسبه له من الاولاد ستريس العضله دي بتتحكم في الليركس نسبيه بس مش مؤثره قوي في الاحمال الصوتيه تعمل تغسيل في الصوت وليس تغسيل شديد مش كام دول فبالتالي يبقى في الليركس في عضلات انترنسك وعضلات مين لما كده اكسترنسك عضلات انترنسك وعضلات اكسترنسك لكل التجاره العضليه مش كام دول لا رجعنا لبعض النيرف سبلاي بتاع الليركس ريتم البلاد سبلاي بتاع الليركس قلنا البلاد سبلاي بتاع الليركس سبيل اللارينجال و انفيرو اللارينجال سبيل جاي منين؟ سبيل التيرويد انفيرو جاي منين؟ هنا كتاب كاتب ان لو اتقطع الاكسترنال اللارينجال نيرف بيحصل هورس ريتوفرنس هورس الانتباه الصوت او بيحصل حاجه اسمها مونوتونس اللي مكتوب تحت مع الكارتريج يبقى المونوتونس دوت اللي مكتوب مع الكارتريج هو اللي بيحصل اما الهورسنس ده بيحصل مع الكارتريج عامه المعلومات اللي موجوده ديت مش كان لا المفترض كان عندنا سؤال السنه اللي فاتت كده في مشكله المهم لما جه السؤال المسؤول عن هورس بتاع الفويس يبقى مين لما كده هو نيرف اسمه ريكارنت لارينج ريكارنت لارينج نيرف لو اتقطع يوني لاترال احصل بحث صوت الصوت يبقى واطي مش مميز انت لما تشوف واحد عنده بيتكلم طول النهار في كلمه بليل في التليفون مش عارف تماس كلامه ده اسمه بحث في الهورس اللي بتحصل ليه دي سببها ايه بكره كورد باص والتاني شغال الطبيعي هو بيتكلم اتنين يقربوا من بعض فالنبره تبقى سليمه تمام الاكسترنال لارينج لو اتقطع انت ما تقدرش تعمل تنشن فوكال كورد هو تنويع النغمات والواحد بتوع الاوبرا دول يعلي وينزل صوته ده بيعمل ايه في الفوكال كورد؟ تنس 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 ورخي رخي رخي مش كام دولار لما تنس قوي لما تعلي تنس كمانجا كل ما تشد الاوتار الكمانجا يحصل ايه في نبره الصوت؟ تعمل كل ما تخفي الاوتار مين اللي بيخلي الفوكال كورد تنس بقى؟ الكيكوس هارويد يبقى المونوتونس اللي كتبت مع ريكارنت لارينج دي من حق مين لما كده الكيكوس اللي هو اكسترنال لارينج اما الهورس اللي بتاع الفويد ده من حق مين لما كده اللي هو ايه يا اولاد الريكارد يبقى تاني ما بنغير بس معلش ليه كان في مشكله في النيرف سبلاي السنه اللي فاتت في سؤال مكتوب مع بعض يبقى نسال سؤال اللي عندي مين نيرف اللي راجع ده اسمه اللي بره اسمه اكسترنال لارينج بيد العضله ديت ولو اتقطع اكسترنال لارينج يبقى عندنا مونوتونس ساوند مونوتونس مش كم الهورس ده لو قطعت الريكارد من وان سايد لو جه بقى عندك ريكارنت يمين وريكارنت شمال الكلام ده يسمى كويس قوي دي لاركس ده لاركس وتحته انبوبه اسمها تركيب مرام اصابي في نرد بيبقى راجع كده من تحت الكوب اسم النرد ده ريكارنت جريت اناتومي قال ايه ان السوبرفيشال فايبر اللي بره دي هي المسؤوله عن سبلاي عضله اسمها ايه ولا ما كده اللي هي بوستيريور كريكو اريترويد اللي بتعمل ايه العضله دي بوستيريور كريكو اريترويد بتعمل ابطا تمام اركن لو بروح شغال في السيرو جلان وقطع السبورتيشن فايبر بتاع دي يعني مارشال انجن ومارشال ان يحصل ايه في البوستير في الكارتينال من الحتتين البوكر كل يحصل له عمليه اسمها الدكش العين يحصل له حاجه اسمها سترايد بتتخنق انما لو الدكتور قطع الكارت ده كامله الكارت ده كل العضلات تتكلم فالبوكر كل تبقى واقفه في النص ما بتقدرش تعمل حركه كتيره في العاده دي العيان يحصل له حاجه اسمها افونيا يبقى عندنا في تو تايب من انجن ريكارت انجن بايلات يا بارشل كومبليت ايه البارشل او كومبليت بقى لما كده لو قطعت السوبرفيشال فايبر بتاعته اللي هي لاترال مش كامل لا السوبرفيشال فايبر هيبوظ العضله اللي اسمها بوستيرو اليكو اريترويد اللي بتعمل ايه الفوكر كورد لما كده بتعمله ابدكشن فالفوكر كورد يحصل له ابدكشن
الدكشر البوكر فورد يمين الشمال يعملوا ايه في الليرنج؟ يقفلوا الليرنج. ممكن تتكلم لما تنفسه وتموت مش تفضل لا يبقى عنده حاجه اسمها سترايدر مخنوق مش تفضل لا. انما لو انت قاطع الكرنت يمين وشمال كومبليتلي البوكر فورد هتبعد لدوك الكريب بتحاول تعملهم تنشر ما تنجحش لوحدها. في الحاله دي الواحد يتنفس انما ما يقدرش يتكلم افونيا فونيشن افونيا ما تكلمش. يبقى عايز اسال سؤال النيرف انجل تاني اللي بنصلحه بس في كتابنا ان لو اتقطع الاكسترنال رينج لو اتقطع مين لما كده اكسترنال رينج العيان بتاعنا يبقى مونوتونس ثلاث مونوتونس يعني ايه؟ صوته واحد مش كده؟ انا لما اعلي صوتي الواحد عشان اشرحها كويس اوطى تاني اعلي اوطى اعلي اوطى اعلي اوطى ده مين العضله اللي عماله تشتغل ديت؟ جيجو ساروت تشد التون وتقلله فدي بتاعت المونوتونس. مونوتونس يعني تون واحد تكلم واحد تحس ان هو نبره واحد طول ما قاعد معاك. اما هارسون سبويز ده بحثه قال له ريكارنت على وان سايد باز ده عندك ايه مونوتونس اللي هو عندنا ايه اولاد اللي هو بحث سوري هورسنس اوف فويس ده بحث بكره كل شغال تاني مستهبل واقف كده واحد بيحاول يقرب له قد ما يقدر ويقرب له كده فمش عارف يطلع صوت كويس صوت الانسان يبقى في بحه كده خش خشونه ده اسمه هورسنس اوف فويس. لو انا جيت على هورس بحث صوت ايه اقول له بنطلع ده احنا بنقول ايه الاولى الاولى اللي بدلهم مع بعض لو بصيت بقى يا اولاد الكرنت رينج لو عملت بارشل انج بارشل انج بارشل ايه لو كده انج لو قطعته على ناحيه بارشلي بارشلي اللي هتبوظ عضله اسمها بوستيريو كريكو اريتنوي فالبوكر كورد يحصل لهم حاجه اسمها ادكشن وفي الحاله دي يحصل لها حاجه اسمها سترايدر بيتخنق. قال طب لو جينا قلنا مع بعض لو قطع كل بتاعش كده كانوا بيهرجوا زمان لو قطعت مش بيهرجوا يعني لو قطعت اللي كانت رينج حسيت انه بارشل بارشل مش كامل كامل عليه بقى مش كامل لا سيب العين يتنفس مش يتكلم مش يتكلم هو هيموت. فلو جينا مع بعض او تحط له انبوب في الاب تسمع تراكيوستومي اللي هنتكلم فيها القصه الجايه اللي في الصفحه المقابله دي اللي طبعا دي ابلايد يعني اللاريكس طبعا في امتحانات المصري ده لاريكس مهم جدا ممكن يبقى ريتك وكابيتال اوف ذا لاريكس ممكن يبقى ريتك ونرفس سبلاي اوف ذا لاريكس ممكن يبقى ريتك. للاسف للاسف اللاريكس ما دخلش امتحانات من 75 سنه ما عدا اللارينجال طبعا حمارس قسم غريبه ما اقدرش اقول على اللاريكس ده لو كتبت ورق انه مهم يعني انا اخر اكتب فيه نيرف سبلاي مهم انما طبعا افرض انت تدوبها المفروض ده مش كده لا بمصر او اللاريكس طبعا يعني اقراها مره بس انت امتحان لو اتزنقت هتبقى دي بخي مش كده مش هعمل ليه؟ انا طلعتها قد ما قدرت مش كده لا اسال سؤال ايه اللاريكس يا ولاد مهم جدا امتحانيه جه ما جاش مره بعده جابوا اللاريكس نيرفو سبلاي بس ماليش دعوه بيه انا ماليش دعوه بيه عشان طلب اشرار اللي ما عايز اقول لو واحد مش مذاكر ثايرويد ولا باروتيد ولا صف منديل في الارض بؤساء في الارض مين يقدر ناخد بكره وقت بكره الساعه 8